سيد الرئيس بشار الأسد الواثق والواضح يزلزل كيان الاحتلال الإسرائيلي ويفرض معادلات جديدة تلغي التفوق الإسرائيلي الجوي وتغير الميزان الاستراتيجي العسكري مع سوريا. رسائل حاسمة ومباشرة بجهوزية الرد السوري الاستراتيجي على أي عدوان إسرائيلي جديد وجهها السيد الرئيس بشار الأسد في مقابلته مع قناة المنار. نحن أبلغنا كل الجهات التي تواصلت معنا العربية أو الأجنبية وأغلبها أجنبية بأننا سنرد في المرة القادمة. طبعا حصل هناك أكثر من رد، كان هناك محاولات خرق إسرائيلية وتم الرد عليها بشكل مباشر، لكن الرد المؤقت ليس له قيمة، يعني يكون رد طابع سياسي. نحن إذا أردنا أن نرد على إسرائيل يجب أن يكون الرد هو رد استراتيجي. هناك ضغط شعبي واضح باتجاه فتح جبهة جولان للمقاومة بكل اختصار، وهناك حماس حتى عربي، يعني أتتنا وفود عربية تقول أين يسجل الشباب، يريدوا أن يأتوا ليقاتلوا بإسرائيل. طبعا عملية المقاومة ليست عملية بسيطة، ليست هي فقط فتح بالمعنى الجغرافي، هي قضية سياسية عقائدية اجتماعية وبالمحصلة تكون قضية عسكرية. الآن في هذه الظروف هناك عدة عوامل تدفع بهذا الاتجاه. أولا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة هي عامل أساسي في خلق هذه الرغبة وهذا الدافع. ثانيا هو انشغال الجيش والقوات المسلحة في أكثر من مكان على الأرض السورية، وهذا يعطي شعور لدى كثير من المواطنين بأنه من واجبنا الآن أن نقوم نحن بالتحرك بهذا الاتجاه لكي ندعم القوات المسلحة على اتجاه جولان. معادلة جديدة فرضها الرئيس الأسد وتلقفتها إسرائيل بوضوح كامل لا يقبل التأويل، وهو ما يساعد في تفسير كوابيس إسرائيل وفهم حالة التوتر على المستويين السياسي والشعبي تجلت في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الأجهزة المختصة بتزويد جميع الإسرائيليين بالأقنعة الواقية بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي دخل في عهد حرب الصواريخ. ويزيد من المخاوف والارتباك الإسرائيلي الثغرات التي سجلتها المناورة الأخيرة وتجاهل وعدم تجاوب الجمهور الإسرائيلي معها والانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام الإسرائيلية لفاعليتها، كما تتزايد الانتقادات في الأوساط الإسرائيلية للهجمات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل ضد سوريا والتي وضعت تل أبيب في مأزق كبير. إعلان الرئيس الأسد عن الالتزام الروسي بإتمام العقود المبرمة مع سوريا أرعب إسرائيل وزاد من مخاوفها، لأنه يغير في الميزان الاستراتيجي العسكري ويشل فاعلية تفوقها الجوي في المنطقة. نحن لا نعلن عن الموضوع العسكري عادة، ما الذي يأتينا أو ما هو الموجود لدينا، ولكن بالنسبة لروسيا العقود غير مرتبطة بالأزمة. نحن نتفاوض معهم على أنواع مختلفة من الأسلحة منذ سنوات، وروسيا ملتزمة مع سوريا بتنفيذ هذه العقود. فما أريد أن أقوله، لا زيارة نتنياهو ولا الأزمة نفسها وظروفها أثرت على توريد السلاح، فكل ما اتفقنا به مع روسيا سيتم وتم جزء منه طبعا خلال الفترة الماضية، ونحن والروس مستمرين بتنفيذ هذه العقود. من الواضح أن الإسرائيلية فهم رسائل الرئيس الأسد بكل وضوح، وزاد من وضوحها الانتصارات التي يسجلها الجيش العربي السوري على أرض الميدان والتي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة سياسيا وعسكريا، مثلما ستحدد طبيعة العالم الجديد المنتظر.